اسمي أبو فارس من فلسطين، عين كارم، قضاء القدس، مواليد الأردن. جيت على أمريكا ب 1987 ندور على رزقنا زينا زي العالم. أنا فتحت المطعم صار اللي فاتحه 8 سنين البوادي تقريبا. طبعا أنا من حد ما فتحته ل خلينا نقول 4 سنين وأنا واقف على الجريل وعلى الطبيخ، نعلم الشغيلة طريقتنا ونفسنا بالأكل. الآن بعض الناس ممكن تستغرب إني أنا بلبس بدلات وباجي على المطعم باللباس تبعي. طبعا أنا لما باجي على المطعم بدخل من الباب الخلفي من المطبخ، بدخلش من قدام. أول ما بدخل بلف لفة في المطعم كله، بتفقد كل أكلي، بتذوق كل أكلي، أتأكد أنه كله 100% زي ما أنا علمت الشغيلة. هاي نمبر ون وأول شغلة بعملها في المطعم. إذا بطلع على الصالة بستقبل زبائني، برحب زبائني. المكتب تبعي هو في وسط الصالة تبعت المطعم، بيروحوا بيجوا الزبائن، بقوم بستقبلهم برحب فيهم. فالمشاوي عندنا مشهورين فيها بالمشاوي على الفحم وبالشاورمات اللي احنا بنسويها فريش يوميا. حتى كثير من زبايننا تيجي بتطلب تقول لك يا عمي انا بدي انت يا ابو فارس تطبخ لي بيدك، بنقول على راسنا من فوق، لانه هذا هو النفس. برجع بحكي الاكل كله نفس. الحمد لله رب العالمين، يعني متوفقين لانه من طعم الناس لقمه طيبه، لقمه هنيه، زي ما من طعم الناس في بيوتنا بنقدم لهم في المطعم تبعنا. أنا رجل بحب التراث، بحب أصلي من وين أنا، فدخلت كلمة البوادي للبادية الأردنية، البادية الفلسطينية، سويت التراث. لما إحنا بنروح على بلادنا على الأردن ولا على فلسطين بنحب نطلع نقعد بالمطاعم في الخلا، على المشاوي على الفحم، أسماك، بنشوف التراث، اللباس تبعنا بالحطة والعقال، القهوة السادة، الثوب الفلسطيني تبعنا، فهذا التراث تبعنا. فأنا الحمد لله بحب الأصالة وبحب البلد، فقلت بدل ما نروح على بلادنا ونضل نشوفها ليش ما نشوفها احنا هون في أمريكا في بلد الغربة.